رامز وفان دام هيخلصوا الكلام إن شاء الله. ضحية اليوم في برنامج رامز موفي ستار مع النجم رامز جلال، واللي حققت المراتب الأولى في المتابعة والمشاهدة على مدار الأيام الماضية في محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية. وبيعرض برنامج رامز جلال يوميا على قناة MBC مصر الساعة 6:30 والإعادة الساعة 1 صباحا، وتم تصويره في السعودية. وتمكن رامز جلال من خداع عدد كبير من النجوم في مجالي الفن والرياضة، ولكن الحلقات الرياضية سوف تقتصر هذا عام على 6 ضيوف فقط، منهم بجرامي وزيزو ومحمد شريف وبدر بنون وعبدالله الدوسري. وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم عمرو يوسف وغادة عادل ومحمد أنور وصابرين ونجلاء بدر وهدى المفتي وطارة عماد وسليمان عيد وغيرهم. وأعلنت قناة MBC مصر منذ قليل عن ضيف حلقة اليوم في برنامج رامز موفي ستار، واللي بيعرض عبر شاشتها. ومن المقرر أن يكون اللاعب المصري ونجم النادي الأهلي محمد شريف هو ضحية حلقة اليوم، واللي هيتعرض للكثير من المغامرات والمفاجآت. الجدير بالذكر أن برنامج رامز موفي ستار قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، وبيشارك فيها الفنان العالمي فان دام. ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.